وفي الشركة. خرج نجم الدين من المصعد واتجه للمكتب ديالو. بان ليه اب ناهد واقف في الرواق وهدر معاه بلا ما يشوف فيه. قال له تبعني. حل نجم الدين باب المكتب ديالو ودخل. تبعو بات ناهد وهو كيشوف وجه نجم الدين اللي باينه فيه معصب. نجم الدين جلس في جنب المكتب وقال اخر واحد توقعت منه بحال هاد في عائلة برهيش هو انت. قال له الاب انا درت اللي بان لي صح لا غير. المشروع ماشي في صالحي وقررت نسحب. نجم الدين قال لي ها نسحب حتى حد ما حبسك، ولكن باش تجر معاك الاخرين هنا بان عيبك. قال ليه الاب ناهد انا ما جريت حد. نجم الدين خبط ايده مع المكتب وقال اخباركم راه وصلاتني واجتماعكم صغير حتى هو، باغي تنسحب سلامة ما غاديش نطلبك. وقف الاب ناهد وقال كنعتذر ولكن درت اللي بان ليا الاصح. نجم الدين قال صافي خرج بحالك ما تضيعش ليا وقتي. خرج بات ناهد وهو ينود نجم الدين دار وبغى يجلس في المكتب. هز الكرسي وخبط بيه مع الحيط. سمع التليفون كيصوني، جبد وشاف شكون وهو يزير على عينيه ودوز الخط. قال لعبك باسل. قالت ليه ناهد اعطيني فرصة واحدة ونثبت ليك باللي باقا كنبغيك ونموت عليك. كلمة واحدة منك نخلي بابا يرجع للمشروع. نجم الدين قال سيري في حالك انتي وباك كتسمعي، واخا نعرف نبيع اللي ورايا واللي قدامي ما غاديش نرجع نشوف فيك، وقلبي علي يحسن ليك قبل ما نتبرهش معاك وكل شي عرف حقيقتك. قالت انا كنعرفك مزيان ما يمكنش تفضحني، هادو ماشي حركاتك. قال الا بقيتي تزني عليا راه غنفضحك ونفوتها لديك الجهة. من هاد الشي كامل مك هي الوحيدة اللي بقات فيا، ما تستاهلش بنت بحالك. ناهد قالت والله حتى ندمت، أكفس قرار خديته في حياتي هو نهار تخليت عليك ولحد الساعة كان خلص تمام. قال لي نجم الدين وموتي انتي قاع وقطع. خدا نجم الدين الفيكس واتصل بالسكرتيرة وقال ليها تخبر الجميع الموظفين باللي كاين اجتماع طارئ. خرج من المكتب وتوجه لقاعة الاجتماعات وكان كل شي تماك. علمهم بإلغاء المشروع وأن الشركاء انسحبوا. كل شي تصدم الخبر، خاصة أن الشركة دافعة أموال طائلة في هذا المشروع. نجم الدين ختم الاجتماع ورجع المكتب ديالو، دار شي اتصالات وخرج. ركف سيارته ومشى. الوضع في شركة نجم الدين كان مقلوب. من نهار تلغى المشروع والأوضاع ساءت. رجع كيتعطل في الخدمة وكيحاول ما يبينش القمر باللي داخلين في أزمة. تواصل مع ناس أخرين وحاول يقنعهم أنهم يستثمروا معاه في مشروع جديد، ولكن الكل تراجع خاصة بعد انسحاب رجال مهمين في المجال. اليوم كيف ديما أغلب الموظفين غادروا وهو باقي خدام في شوراق. دخلت السكرتيرة وحطت لي فنجان قهوة. قالت مسيو نجم الدين محتاج شي حاجة أخرى؟ قال لا ممكن تمشي. وهي تقول أوكي مسيو. غدا عندك اجتماع في الصباح مع ذاك الكليان. قال واخا شكرا. خرجت السكرتيرة ومشات لمكتبها وهزات ساكها وهبطت. خارجة من الشركة وهي تبان لها بنت طويلة شعرها أسود ومتأنقة داخلة. تعجبات أشنو جاية تدير وعلاش خلاها السيكريتي تدخل في هذا الوقت. ما اهتماتش وكملات على طريقها. حل نجم الدين المجر وجبد علبة سجائر وقف جنب النافذة وبغى يشعلها وهو يتذكر وعده القمر. لاح في السلة وخشى يديه في جيابه كيشوف في الشارع. سمع الباب تحل يحساب له السكرتيرة. شم ريحة مجهدة وغير مألوفة. دار وهي تبان ليه داخلة. عقد حجبانه بالمعقول وزير على سنانه. قال من الأحسن ترجعي منين جيتي، ما ناقصكش في هذا الليل. قربات ناهد عنده وقفات مقابلة معاه وقالت عارفة باللي جرحتك وآتيتك وها أنا جاية نعتذر منك ونترجعك.
ومتيقنة باللي قلبك مازال كيحس بشي حاجة من جهتي. قال لها ببرود: انتي مشيتي بعيد. بأينا لغة باغا نشرح لك باللي ما بقيتيش كتهميني وبغيتك تختفي من حياتي؟ قالت: ما تنكرش، عارفك باقي كتبغيني، وإلا ما كنتيش غتكون مجروح لهاد الدرجة. قال: شكون قال لك مجروح؟ واش الفلوس تطاوليك العقل؟ باغا نفهمها لك بطريقة أخرى. حطات إيدها على صدره وقالت: أردا بليز. ضرب لها إيدها وقال: وا بنادم، خرجي عليا قبل ما نحط فيك إيدي. شفتي، وكون قاع ما كنتش مزوج بلالك ما كنتش غادي نرجع ليك، وغبري عليا كمارتك خلاص. ناهد كلها كترعد وقالت: هادشي كله بسببها، ولو ما كانتش هي كنتي غتبقى كتبغيني، وكون رجعنا لبعض دابا. كل شي بسببها، حتى الحادثة اللي وقعت لختي هي السبب فيها، قتلاتها وعيشة على حسابها. قال ليها: انتي اش كتخربقي؟ قالت ناهد: القلب اللي عايشة به مراتك ديال آنسة اختي. نجم الدين بانت الصدمة على وجهه وقال: شنو؟ قلب آنسة؟ قالت ناهد: اه، قلب آنسة. ماما تبرعات بأعضائها، ويا لا سخرية القدر، مشال ديك اللي كانت السبب في موتها. نجم الدين شنق عليها من عنقها وقال: ما تجبديهاش على فمك، لأنك ما توصليهاش حتى في صبعها الصغير. هادشي إلا كان صحيح، فاختك كان مكتاب عليها تموت في ذاك الحادث، وقمر مكتاب عليها تعيش بقلبها. هادشي أقدار، وانتي آخر وحدة تجي تهضر على آنسة. لو كان عندك الضمير كنتي صارحتي أهلك ورجعتي لختك اسمها، وتخليهم غير يترحموا عليها. طلق منها ودفعها وقال: خرجي في حالك. ناهد كتحك في عنقها وقالت: غادي تندم، غادي تندمو كاملين. ملي ما تبقى تربطك بها حتى حاجة، ديك الساعة غترجع ليا. هزات ساكها من الأرض وخرجات. بقى نجم الدين واقف معصب وكيراجع شنو قالت. صدم فاش عرف باللي قلب آنسة هو اللي عند قمر، ولكن هادشي ما غير حتى شي حاجة بالنسبة لي. قمر هي حبيبته ومراته، كيبغي روحها قبل أي حاجة أخرى. طلعت ناهد لسيارتها ودوزات الاتصال وقالت: فينك؟ وهي تقول لها ابتسام: قدام الدار. قالت ناهد: نفذي داكشي اللي اتفقنا عليه، وغنخليك تعومي في الفلوس. قالت ابتسام: خايفة بزاف. وهي تقول لها ناهد: إلا تراجعتي غنحرر فيك عيشتك، حتى الخربة اللي عايشة فيها غنخرجك منها. قالت ابتسام: صافي، باركة من التهديدات، هانا داخلة. حطات الطبق فوق الطبلة ورجعت باللور. وهي تقول قمر: هاد الشي كيشهي، سارة الله يعطيها الصحة كتعقل البايلة. أجا ما يصبرني حتى يجي نجم الدين، غادي يفرح من اللي لقاني مجدالي هاد المفاجأة. وكتفكر. قالت: ندير سينتا على كرشي زعما أنا هي الكادو؟ لا لا، زدت فيه. مشات قمر تقابلات مع المرايا، كانت لابسة شورت قصير كيوت في الغوف مع تيشيرت بحال واسع، كرشها كبرات بزاف وكتبان خارجة، وردات شعرها ورودنيها ومشات للتواليت. سارة سمعات الصونات ومشات حلات، بانت ليها بنت سمرة وشعرها بوكلي واقفة عند الباب. قالت: نعم أختي. وهي تقول لها: أنا ابتسام، بنت خالة نجم الدين، كاينة قمر؟ قالت سارة: آه سمحي لي ما عرفتكش. آه كاينة، تفضلي. وهي تقول ابتسام: لا هاني يا حبيبة. وهي تقول سارة: سناي، أنا غنعيط لك على مدام قمر، راها كاينة الفوق. قالت ابتسام: لا غير خليكي، أنا غنطلع عندها، غير سيري شوفي شغلك. مشات سارة الكوزينة وما مرتاحاش ليها، ولكن هي بنت خالة مول الدار، ما عندها ما تقول لها. طلعت ابتسام مع الدروج ومشات لبيت نجم الدين ديريكت، حلات الباب ودخلات ما بان ليها حد. قربات من الحمام وسمعات صوت الماء، عرفات خمر في الطواليت. دارت بانت ليها الطبلة فيها الأكل، قربات ليها
وجبدات من ساكها قرعة صغيرة وخواتها في قرعة العصير. حركاتها وجات بغت نور وهي تضرب الشمعة اللي فوق الطابلة بكوعها، حتى طاحت فوق الزربية وما شافتهاش مع كانت مستعجلة. حلات الباب وبان لها الساروت، سدات الباب من الخارج وصورتاتو وخشات سوارت في ساكها. نزلت مع الدروج وخرجت كتجري، طلعت في التاكسي اللي كان كيتسناها وقالت ليه يتحرك. قمر غسلت ايديها وحلات الباب وخرجت. شمات شي ريحة غريبة، تلفتات وهي تبان لها العافية شاعلة في الزربية. بقات واقفة مصدومة وكتشوف في العافية غادة وكتسرح. رجعت دخلت للتواليت وكتشوف هنا والهنا، تلفتات ما عرفت ما تدير. بان لها إناء صغير ومشات هزاتو عمراتو بالماء وخرجات كتزرب وشادة فتحت بطنها. خوات الماء فوق العافية وغير ما زادت شعلات. رجعت قمر باللور وكتشوف في العافية اللي منعكسة في عينها. شافت في الباب وهي تمشي بخطوات مسرعة، حطت إيدها على البوانيه وبغت تحله ولكن ما بغاش يتحليها. هنا دخل معها الخوف بالمعقول، خاصة الغرفة كلها عمرات بالدخان والرؤية ما بقاتش واضحة. حطت قمر إيدها على فمها وبحرها ما كتقدر تستنشق الأكسجين. تفكرت التليفون حطاه فوق الكوافوز، مشات بشوية عليها لتعترف شي حاجة وهزاته، ورجعت حدا الباب دوزات رقم نجم الدين وإيديها كيرجف. نجم الدين كان جاي في الطريق، صونا له التليفون وغير شاف اسم قمر وهو يجاوب في الحين. قال ألو حبيبة. قمر قالت نجم الدين البيت شاعلة فيه العافية والباب ما بغاش يتحلية. نجم الدين حبس فرانسيك وقال شنو؟ قالت وهي كتكح البيت ديالنا شاعلة فيه العافية والدنيا عامرة دخاخن وانا ما لقيتش منين نخرج، الباب تعكس وما بغاش يتحلية وكتكح. قال نجم الدين حبيبة سمعيني مزيان، خرجي البالكون وسدي عليك، سمعتي؟ بقاي تماك حتى نجي. اوكي بلا ما تخافي ما غادي يوقع عليك حتى حاجة، وديري هادشي اللي قلت ليك. قالت نجم الدين انا خايفة ما بغيت شي حاجة توقع لولدي. حطت ايدها على بطنها وحابسة البكية. قال لي ها نجم الدين ما غادا توقع عليك حتى حاجة، ديري هادشي اللي قلت ليك، انا قريب نوصل عندك ما تقطعيش. اوكي قالت واخا. هزات قمر تيشيرت وحطاته على نيفها وغادة كتمشى على مهلها ناحية البالكون. الدنيا كلها دخان والعافية بدات كتسرح أكتر. دازت من حتى الحمام كيف حطت رجلها وهي تزلق في الماء اللي تخواليها فاش بغات تطفي العافية. سمعت صرختها في ودن نجم الدين قبل ما يجي راسها على حافة السرير وفقدات الوعي في البلاصة. نجم الدين بدا كيغوت قمر قمر مالكي شنو وقع عليك؟ قمر جاوبيني قمر قمر. زاد في السرعة وما باغيش يفكر فشنو ممكن يكون وقع ليها ولا علاش ما كتجاوبوش، باغي يوصل عندها والسلام. وصل قدام الفيلا وحل ليه العساس الباب، دخل وحبس الفرار وحل الباب وخرج. هز عيني في البالكون كان باقي مسدود والدخان كيبان من الزاج. خرج عيني في البالكون وحط ايدو على الطوموبيل مسند عليها، رجليه فشلوا عليه وعقله توقف على التفكير لحظة. فجأة ضربها بجرية داخل للدار وطلع البيت، ابغى يحل الباب وما بغاش يتحليه. بعد جوج خطوات اللور وزد حب كتفو حتى تفرع، بان ليه غير الدخان والعافية شاعلة في نص ديال البيت. دخل كيقلب عليها بعينيه اللي رجعوا حمرين، بانت ليه مجبدة في الأرض جنب الناموسية. مشى عندها وطاح على ركابيه، هز راسها ولقاها فاقدة الوعي. هزها وخرج من البيت وحطها في الكولوار في الأرض، حط إيده على خدها وضرب بشوية كيحاول يفيقها وكيقول قمر حبيبة فيقي قمر أهانتي أنا جيت حلي عينيك وشوف فيا. حط إيده على عنقها وحس بنبضها ضعيف، هنا صافي تبلو قبل معه. حط ايديه على دراعها بجوج كيحرك فيها وعيني خارجين وكيقول قمر
نوضي، علاش باغا تخلع عيني عليك؟ قمر وحلي عينيك. قمر عافاكي، حلي عينيك. طلعت سارة كتجري في السبعات صوته، بانت لها قمر مسرحة في الأرض، ونجم الدين جالس حداها وكيهتر بصوت عالي فيه بحة من الألم. شافت الدخان خارج من البيت وهي تمسر كتجري، هزات التليفون وعيطات على الإسعاف والإطفاء. رجعت طلعات وبقات واقفة مشوكية وهي كتشوف نجم الدين جالس ومعنق قمر عنده. بعد مدة جات سيارة الإطفاء وموراها الإسعاف، طلعوا لفوق وقرب واحد فيهم عند نجم الدين بغى يبعدوا عليها وهو يدفعه. قال ليه نجم الدين ما تقيسهاش. المسعف قال خاصها تمشي للمستشفى باش يقدروا ينقدوها وينقدوا البيبي. نجم الدين شاف في المسعف ورجع شاف قمر ونزل عينيه لكرشها، سد عينيه وقرب لجبهتها وطبع قبلة. نزلت دمعة من عينيه وطاحت على وجهها وهمس عند راسها وقال أغادة تعيشي. بعد وهما يهزوها فوق الحمالة هبطوا ونجم الدين تابعهم كيلوح في رجليه بالتقل. دخلوا الإطفائيين وطلعوا الطابق الثاني باش يطفوا الحريق. دخلوا قمر سيارة الإسعاف وداروا لها ماسك الأكسجين. نجم الدين طلع جنبها وشد في إيديها والمسعفين كيديروا لها الإسعافات الأولية. انطلقت الإسعاف بسرعة متجهة للسبيطار. كيف وصلوا دخلوها المستعجلات وحبسوا نجم الدين عند الباب. ابقى واقف بحال الجثة في الخارج. حتى خرج عنده الطبيب ووقف عليه وقال له انت هو زوج المريضة؟ قال ليه نجم الدين اه. هو يقول له الطبيب مرتك غتولد ولادة مبكرة، وضع الجنين في خطر، وخاص ضروري نديروا ليها عملية ونخرجوه قبل ما يسوء الوضع أكثر. قال نجم الدين ومراتي؟ قال ليه الطبيب ما نكذبش عليك، وضعها صعيب بزاف، والعملية فيها خطورة، ولكن خاصنا نخرجوا البيبي لأن حياته في خطر. نجم الدين شد فراسه وقال شنو باغي تقول؟ قال ليه الطبيب احنا غنديروا اللي في جهدنا باش نقضوا الأم وولدها، غير بغيتك تكون عارف بالوضع وتتوقع أي حاجة. شاف فيه نجم الدين بجدية وقال دير العملية ونبغي مرتي وولدي يخرجوا منها حيين. قال ليه الطبيب هاد شي اللي بغينا، أنا غنصيفط اللي يجيب ليك الوراق توقعهم وإن شاء الله يكون خير. مشى الطبيب وخلى نجم الدين واقف كيف الحمق، ما عارف شنو يدير في هذا الوضع، مرته وولده حياتهم في خطر. جابوا ليه الوراق ووقعهم ورافقاته الممرضة حتى البلوك فين كاينة قمر كتجري العملية. جلس فوق الكرسي وجب التليفون واتصل ببطر. جابوا ليه الوراق ووقعهم ورافقاته الممرضة حتى البلوك فين كاينة قمر. جلس فوق الكرسي وجب التليفون واتصل ببطر. بدر كان في المكتب ديالو، أهبط في المصعد وجاك يجري. بان ليه نجم الدين جالس وحط راسه بين ايديه. بدر حط ايده على كتف نجم الدين وقال شنو وقع؟ نجم الدين بقى ساكت وهز راسه وشاف فيه. بدر شاف عينيه مغرغرين وحمرين كيف الجمرة، عرف باللي شي حاجة خطيرة واقعة القمر. شاف الممرضة خارجة وهو يمشي عندها، قال ليها شنو الوضع الداخل؟ قالت المريضة ولدات والبيبي حالته مستقرة، درناه في القرعة حتى يكمل 9 شهور. وهو يقول بطل أمه شنو وضعها؟ قالت خلال الولادة جسمها دخل في حالة صدمة ووضعها مازال حرج. شكرها بطل ومشات الممرضة. دار بدر ولقى نجم الدين موراه، عرف باللي سمع شنو قالت الممرضة، ولكن وجهه كان خالي من أي تعبير. ربت على كتفه وقال له قمر قوية غادة تنجى من هادي كيف اللي سبقها، وما يمكنش تخليك انت وولدها. داز الوقت وخرج طبيب وجل عنده. بدر قدر يعرف من ملامح وجهه باللي الوضع ما كيبشرش بالخير. تقابل الطبيب مع نجم الدين وبدر وبلغهم بالخبر المؤسف. وبعد مرور سنتين واقف عند النافذة كيشوف في الناس غادين وجايين في الشارع، شي ضاحك وشي مهموم كل وحاله. الأيام والشهور كتمر، ولكن هو توقف عنده الوقت من ذاك النهار، ما بقى كيحس بحتى حاجة وفقد طعم الحياة.
عمرو ينسى كلمات الطبيب اللي اخترقه ودنيه وشلوا كل جزء جسمه من الحركة. اليوم نفس التاريخ نفس اليوم، يوم تلقى فيه صدمة وفرحة اللي ما قدرش يحس بيها، وغير شاف ولده وهزوا بين ايديه ونزلوا دموعه، شعور متناقض في داخله. ما قدرش يفرح بالابن اللي طالما تمناه وكان متشوق يشوفه، بغيابها هي حتى حاجة ما بقات عندها طعم. سمعت دقان وهو يتوجه الباب. حلو كانت سكرتيرة، قالت الكل كيتسناك في قاعة الاجتماع. خرج نجم الدين غادي بخطوات ثابتة، ادخل قاعة الاجتماعات وجلس في مكان، افتتح الاجتماع اللي كان على أوضاع الشركة اللي تحسنات ورجعات أقوى رغم الأزمة اللي طاحوا فيها من قبل. هنأ نجم الدين الموظفين ديالو على مجهوداتهم وشكرهم. رغم غيابه على الشركة معظم الوقت إلا أنهم ما تهاونوش وتبتوا إخلاصهم ليه. ختم الاجتماع وناض خرج، داز المكتب ديالو هز تليفون الكونتاك. خرج وهو يلقى السكرتيرة عند الباب، مدات ليه علبة مغلفة وقالت هادي البراء، عرفت باللي اليوم عيد ميلاده. شدها من عندها وشكرها وهبط في المصعد وخرج من الشركة، طلع في سيارته ورجع للدار. ادخل حتى الطوموبيل ونزل، سمع الهضرة كتيرة وتلفت جهة الجردة وهما يبانوا ليه كلهم جالسين وبراء وسطهم، كاين كل من بدر وشروق، آيات وأمير ووهب وساجد اللي كان حاط براء في حجره. تقدم عندهم نجم الدين وقال السلام عليكم. جاوبوه كاملين وعليكم السلام. قال لهم مالكم مجموعين هنا؟ آيات ناضت كتجري وعن قاتل وقالت خويا حبيبي توحشتك. بيسها على راسها وقال إمتى جيتوا؟ قالت اليوم في الصباح. براء دغيا كبر تبارك الله، خليته كيحبو ودابا ولا كيوقف ويمشي الفرك الآخر. قالت شروق الفركة هي انتي، وهي تقول لها آيات هذا ولد خويا وانتي اش دخلك؟ شروق قالت حتى انا ولد اختي. قرب نجم الدين عند ساجد وخدا من عنده براء ومشى مبعد عليهم، ابقى الكل متبع ليه العين. قالت شروق قلت شي حاجة ماشي هي هذيك؟ بدر حط دراعه عليها وقال لا ولكن راكي عارفة. ساجد قال هاني راجع نمشي نقضي واحد الغراض ونجي. قال ليه أمير ما تعطلش، بغينا هاد النهار ندوزوه مجموعين. ساجد قال لا ما غاديش نتعطل. ناد ساجد من حداهم غادي لسيارته كيشوف نجم الدين، طلع وخرج من الفيلا وبقفات آيات وجرات شروق ووهب ودخلوا من باب الكوزينة. وهي تقول آيات الولد اليوم عيد ميلاده، خاص نديرو ليه شي حاجة، العام الأول ما احتفلناش به ونزيدو حتى هاد العام. وهي تقول وهب نجم الدين ما غاديش يبغي. قالت شروق نتشاورو معاه هو الأول، إلا ما كانش عنده مشكلة نديرو حفلة صغيرة بيناتنا. قالت وهب آه من الأحسن نسولو. وهي تقول آيات شكون تطوع؟ وهب وشروق في نفس الوقت ماشي أنا. آيات قالت وحلتوها في عود تاني. بدر وأمير واقفين كيشوفوا في نجم الدين واقف في الجردة هاز ولده في حضنه كيلعب معاه، البسمة على وجهه كتبان غير فاش كيكون مع ولده، من غيرها عمرهم باقي شافوه كيضحك ولا فرح لشي حاجة. عايش على روتين ما بين الخدمة والدار اللي ملي كيجي ليها وهو في غرفة ولده براء. دخل نجم الدين للدار وطلع الفوق وبراء كيلعب ليه في وجهه ويجر ليه كل قميجة. حل باب البيت ودخل، كان بيت آخر مقابل مع بيتهم السابق اللي تسد من ذاك النهار. البيت كان البراء، كيف دخلوا بدا براء كيتجبد ويلوح ايديه القدام. قال له نجم الدين شنو بغيتي؟ وهو يقول براء ماما. نجم الدين قال بغيتي ماما؟ غير كتشوفها كتسمح فيا. براء كيتعصب وكيقول ماما. نجم الدين قال له واخا احنا غادين عندها. قرب نجم الدين للسرير اللي كان في الجهة الأخرى أو بالأحرى باياس اللي مستلقي عليه قمر، ناعسة بكل هدوء كي تسمع غير صوت الآلة اللي جنبها، وجهها شاحب ودايز من ليفها تيو ديال الأكسجين، لابسة الباس ديال المستشفى ومغطية بغطاء أبيض. لو ما شفتيش الجهة الأخرى تقول كاينة في غرفة من غرف المستشفى
جلس نجم الدين في الكرسي جنبها وولده في حجره، حط ايده على ايدها اللي مسرحة جنبها، قال: الأميرة النائمة، مازال مهدك الله تفيقي. براء اليوم كمل عامين، تعلم يقول ماما، وفين ما شافك يقولها. براء كيتجبد وباغي يمشي عندها وكيقول ماما. نجم الدين قال له: بابا، ماما ناعسة، بغيتي تبوسها؟ قربوا نجم الدين لعند وجهها، وحط براء ايده الصغيرة على وجهها، وحط فمه على خدها كأنه كيبوسها. رجع بعدو نجم الدين عليها، وهو يبدأ يبكي ليه وكيلوح يديه عندها. وقف نجم الدين وتوجه البالكة، بدا كيلعب معاه وكيحاول ينسيه تسكت. حط راسه على كتف نجم الدين وبداو عينيه كيتغمضوا، حس بيه قرب ينعس، وهو يحطه في السرير ديالو. غطى وخرج، يجلس جنب قمر ودوز ايده على راسها والتحنق قبل جبهتها، حط ايدها بين ايديه وقربها عند فمه وقبلها. عارفك كتسمعيني، واش ما بقيتش فيك وانتي كتشوفيني كنعاني كل نهار بلا بيك؟ عامين قمر، عامين ما شفتش عينيك وضحكتك، عامين ما حضنتكش، عامين وانا كنعس في الفوتيل اللي مقابل معاك، كنقول ها هي غتحن فيا وتفيق باش نرجع ننعس مرتاح وانتي في حضني. شفتي هضرة الطبيب ما دخلاتش ليا راسي، وعمرها تدخل. عافك غتفيقي وغترجعي لينا، انا ولدك اللي كل نهار كيتعلق بيك وحاس بيك، ما شفتيهش باغي يجي عندك، باغي يحس بدفئك وباغيك تهزيه بين يديك وتلعبي معاه. ضم يدها بين يديه وحطها عند فمه، سد عينيه وكيدوزوا قدامه كاع اللحظات اللي دوزوا مع بعض، لقائهم الاول، عداوتهم وشجاراتهم، اعترافها ليه بحبها في المطار، اعترافه ليها نهار وافقت على الزواج به وخطبتهم وحفل زفافهم، ليلتهم الاولى ولحظاتهم في الفراش وانفاسها وريحتها اللي مترسخين في دماغه، ملمس شفايفها ودقات قلبها اللي كيحس بيهم فاش كتكون في حضنه، عيونها ودموعها نهار عرفوا باللي حامله، كل شي محفور في دماغه لحظه بلحظه، وحتى اللحظات المؤلمه اللي عاشها في هاد المده، وهو كيتسنى النهار اللي تحل فيه عينيها. رجعت به الذكرى اليوم المشؤوم اللي سمع فيه أكفس خبر في حياته. نرجعوا لشحال هادي. بعد دقائق خرج الطبيب وجل عندهم. بدر قدر يعرف من ملامح وجهه باللي الوضع ما كيبشرش بالخير. تقابل الطبيب مع نجم الدين وبدر وبلغهم بالخبر المؤسف. قال: تمنيت نقول لكم خبر حسن من هذا، ولكن المريضة بالكاد نجات من العملية. وضعها مازال ما مستقر، وجسمها تعرض لصدمة بسبب الاختناق والولادة المبكرة. مؤشراتها الحيوية ضعيفة، وغالبا غتدخل في كوما. بدر دوز ايده على راسه وقال: كوما؟ وهو يقول الطبيب: غالبا. عرفت من السجل ديالها باللي فايتها دايرة عملية زرع القلب، وهذا كيفسر الحالة اللي كانت فيها أثناء العملية. نبضها كان بالكاد مستقر، ومن اللي ما فقدناهاش فهذه معجزة. كنتمنى وضعها يتحسن، ولكن ما باغيكمش تفائلوا على والو. المريضة غدا تحول لغرفة الإنعاش، هاد الفترة حساسة بالنسبة لها، يمكن تفيق ويمكن لا، دعيوا معها. مشى الطبيب بعد ما لاح عليهم هاد القنبلة. دار بدر شاف نجم الدين اللي غير ساكت، ما عرف ما يقول ليه في هاد اللحظة، عارف حتى حاجة ما تقدر تواسيه، وحتى حد ما حاس به. التزامه بالصمت عبر على كل شيء، بينما شروق اللي كانت واقفة موراهم وشادة على فمها ودموحها غادين، ما مصدقاش هاد الشي اللي سمعت، وأن قمر دخلت في غيبوبة وممكن عمرها تفيق. بدر حط إيده على كتف نجم الدين وقال: نجم الدين، خاصك تكون قوي. قال ليه نجم الدين: بغيت نشوفها. وهو يقول بدر: ما غاديش يخليوك دابا تدخل عندها. قال نجم الدين: ضروري خاص نشوفها، شوف كي دير. وهو يقول له بدر: غنحاول، سير شوف ولدك هو الاول. قال نجم الدين: بغيت نشوف قمر قبل. وهو يقول بدر: واخا، انا شويه وغنرجع. مشى بدر عند شروق وشد في ايدها وجرها معاه، دخلوا للمصعد، وكيف تسد جرها عنده ودم وجهها بين ايديه وقال: شروق، بارك من البكاء شويه ورجع بدر. وقال نجم الدين:
سير مع الممرضة ديك تلبس قبل ما تدخل عندها، وحاول ما تطولش نجم الدين، هاد الشي في صالحة هي. قال ليه نجم الدين غير نشوفها وخا غير 5 دقائق. نجم الدين تبع الممرضة حتى لبس اللباس المعقم ودار الكمامة على وجهه، حل الباب ودخل بخطى بطيئة وعينيه عليها، وقف جنب سريرها وحط ايده فوق ايدها. عينيه ما بعدوش على وجهها اللي كيبان بالحياة، شفايفها لونهم بيض وحتى لون بشرتها تغير، كأنها دوزات ظهر في غرفة العمليات من كثرة ما هو منزعج من وضعها، ولكن ما قادرش يبعد عينيه عليها. على الأقل هي باقة حية وكتنفس، هاد الشي اللي مصبره. مروا الدقائق بسرعة وكان خاصو يغادر. قبل إيدها وحطها بهدوء فوق البياض، نزل عندها وطبع قبلة في خدها وقال كنبغيك. بعد ودوز إيدو على عينيه ودار خارج. بعد ما حيد عليه داكشي داوه يشوف ولده، دخل الغرفة ووراته الطبيبة. إينا واحد فيهم شاف فيه ناعس في القرعة حجمه صغير بزاف، جلس في الكرسي ودخل إيدو المسرجيلاتو بصباعه. نزلت دمعة من عيني نجم الدين رغما عنه. ابقى جنب ولدو حتى جاد شروق وبدر، شافوه حتى هما وعاد غادروا. نجم الدين كان باقي في السبيطار باللي جاه اتصال من الدار، خرج وركف سيارته ورجع للدار. دخل وهو يلقى جوج رجال واقفين وسط الدار مع الخادمة سارة. قالت سارة ها هو مسيو نجم الدين. الشرطي قرب عنده وسلم عليه وقال معاك البوليس، تلقينا خبر من دائرة الإطفاء بسبب الحريق اللي شعل عندكم في الدار، وجينا نشوف واش مفتعل ولا مجرد حادث، ممكن نشوفوا البيت؟ نجم الدين استغرب وقال مفتعل؟ هو يقول له الشرطي ممكن يكون شي حد موراه، داكشي باش خاصنا نشوف. نجم الدين قال تبعوني. طلع نجم الدين في الدروج وموراه دوك جوج رجال. دخلوا البيت اللي كان كله كحل ومعظم الفراش تحرق، وبداو كيقلبوا على شي حاجة تدل على أنه مفتعل. نجم الدين بقى واقف وكيشوف فيهم، والهدرة اللي قال ليه الشرطي كتدور ليه في راسه. بعد مدة رجعوا عنده وتمو خارجين وفي نفس الوقت كيهضروا. قالوا كل شي طبيعي، ما كاينش آثار شي مادة مشتعلة بحال ليسانس، ومن البقعة اللي في الزربية باين أن الشمعة هي اللي كانت السبب. وقالوا النجم الدين عرفنا باللي انت أول واحد وصل ولقيت الباب مسدود، واش شاك باللي شي حد شعل العافية وصورت الباب؟ وهو يقول نجم الدين لا. قال ليه الشرطي وهو كيمد ليه بطاقة هذا رقم الدائرة، إلا كانت شي حاجة علمنا، وإلا شكيتي في شي حد بلغنا. شكروا نجم الدين وبقى واقف حتى شافهم خرجوا. توجه الكوزينة ودخل ومشى وقف على سارة. قال فين كنتي فاش كانت قمر محبوسة في البيت والعافية شاعلة فيه؟ قالت سارة كنت في الكوزينة. وهو يقول نجم الدين ما سمعتي والو زعما؟ قالت والله ما سمعت شي حاجة، من بعد ما حليت لديك البنت دخلت الكوزينة، وكيف كملت شغلي مشيت لبيتي حتى سمعت صوتك وانا نخرج. نجم الدين قال بنت؟ اين بنت هادي؟ قالت واحد البنت جات لعند مدام قمر، قالت لي باللي هي بنت خالتك وسميتها ابتسام. نجم الدين خرج فيها عينيه وقال ابتسام؟ وهي تقول اه، قالت لي سميتها ابتسام وهي بنت خالتك، دخلتها وقلت لها تسنى نعيط لها على مدام قمر، ولكن وقفتني وقالت لي غطلع عندها. نجم الدين ضرب ايده مع البوطاجي وقال صلقوطها. سارة بدأت كترعد كلها وهي تقول سيدي واش درت شي حاجة غلط؟ انا ما عرفتش شنو نقول لها، قلت ما غداش تكون كتكذب، وكون ما عرفهاش العساس ما غيخليهاش تدخل، ولكن فاش خرجت ما شفتهاش. نجم الدين قال سمعي مزيان، الى رجعوا دوك الجوج ما تدخليهمش مازال، وما تزيديش معهم الهضره، مفهوم؟ ساره حركات راسها باه وقالت مفهوم. خرج نجم الدين كيزرف في خطاويه.
طلع في سيارته وكسيرة مزير ايديه على الفولون وعروق ايده بغاو يطرطقو. مداش بزاف ديال الوقت حتى كان قدام باب دار خالته. اهبط ووقف عند الباب كيدق بالجهد. تحل الباب وكانت خالة نجم الدين ابتسمت ليه وبغات تهدر وهو يدفعها ودخل داخل. قال فين ديك الكلبة ديال بنتك؟ وهي تقول له مالك ولدي شنو واقع؟ غوت بالجهد وقال فينا هي بنتك. طلع مع الدروج وخالته تابعه وخايفة لا تكون بنتها دارت شي زبلة. حل نجم الدين الباب ودفعه حتى تخبط مع الحيط. بانت ليه ابتسام جالسة فوق الناموسية وكتصبغ في ضفارها. اضرب جوج خطوات وشنق عليها هزها بإيد واحدة. خرج فيها عينيه وقال ياك السلقوطة وصلنا معاك لهذا الشي، علاش كتقلبي؟ كتقلبي على اللي يسلخك؟ هي اللي ما تعاود اليوم ما يلقاو ما يجمعوا فيك الكلبة. الله ينعلبوا العائلة لكانت بحالكم. جمع لك مسئيدته ونزل عليها لوجهها حتى تلاحت في الأرض. هزات راسها فيه وفمها دايز بالدم. قالت شنو درت لك حتى تهجم عليا؟ قال ليها نجم الدين لا ما درتي والو غير اش قاتلي عليك. شنو كنتي كديري في داري السلقوطة؟ باغة تحفري قبرك بإيدك، عند بالك غتفلتي منها؟ والله لا دوزتها لتصيلتك، واخا نعرف نمشي على امك الحبس. بغى يهجم عليها وهي تشد فيه خالته. قالت لي ها العارة ولدي ما تضربهاش، باين كاين شي سوء تفاهم، راه بنت خالتك هاديك من لحمك ودمك. نجم الدين بعد ليها ايدها وقال اللي ادي لي يا مراتي ما نعقلش عليه، واخا تكون اختي كتسمعي. ادفعها وتحضر جرب تيساب من شعرها، وقفها ودفعها قدامه متجاهل الطليب ديال خالته ونواح ابتسام. حل الباب وخرجها ودفعها في الطوموبيل، سد الباب ودار ركب. زاد مكسيري مخلي خالته كتندب وتقول بنتي نشعت. ابتسام عيات ترغف فيه وتقول هي ما دارت والو. وقت ما حاولت تقيسه كيدور يحمر فيها حتى كتجمد في بلاصتها، لكن الرعب الحقيقي ركب فيها ملي شافته خارج على المدينة وغادي في طريق خاوية حتى وصلوا لجنب الغابة. وقف الطوموبيل ودار حل الباب وجرها من دراعها ولاحها في الأرض. قال دابا غدا تهضري وتعاودي ليا شنو وقع وشنو قال ليك راسك قبل ما ندفن امك هنا حية. وقفات ابتسام بصعوبة وكتألم في يدها اللي تجرحات مع الشنطة، وهي تقول نجم الدين انا ما درت والو هاديك. قال ليها شفتي تقولي ما درتيش ولا تكذبي؟ والله ما نعقل عليك، هانا حلفت بالله. قالت اسمح لي عماني الطمع. شدها من عنقها وخبطها مع الطوموبيل ومزير عليها. قال اش كتخربقي هضري خلاص، علاش باغا تقتلي مراتي؟ شنو دارت ليك؟ فاز زحماتك باش باغا تصفيها ليها دوي. قالت انا ما بغيتش نقتلها، درت غير داكشي اللي قالت ليا، الطمع عماني وخفت منها تدير شي حاجه لو ما عاونتهاش، عافاك اسمح لي. قال نجم الدين على من كتهضري؟ شكون هادي اللي باغا تلبقيها ليها؟ ابتسام قالت ناهد خطيبتك. رخى يدو منها وقال شنو قلتي؟ وهي تقول ابتسام ناهد هي اللي اتصلت بيا، تلاقيت بيها شحال من مره وهي اللي هداتني، الا ما تعاونتش معاها غدا تخرجنا انا وماما من دارنا وتلفق ليا شي تهمه. في الاول رفضت ولكن بقات عليا حتى وافقت، وهي اللي عطاتني الدواء باش نديرو القمر باش يطيح ليها البيبي. انا ملي رجعت للدار رجعت معايا ندامه، ولكن كان فات الفوت. وبدات كتبكي. نجم الدين قال ناهد صيفطاتك تسمي قمر باش يطيح ليها البيبي، هادشي اللي باغا تقولي عرفتي وتكوني كتكذبي؟ ابتسام قالت والله ما كنكذب عليك، هي اللي جراتني لهادشي واستغلات ضعفي. انا ندمت نجم الدين والله حتى ندمت، وبقيت كنطلب ربي باش مراتك ما تشربش داك العصير، اسمح لي. طلق منها نجم الدين ورجع باللور وكيحاول يفهم ويستوعب هادشي اللي سمع. جا هادشي بحال لف شي حلم خايب ما بغاش يسالي. ناهد وصلت بها الحقارة وبغات تقتل ليه ولده والحريق
كيفاش حتى شعلات في البيت وتسد الباب على قمر. رجع شاف ابتسام اللي شادة في عنقها ورجليها كيترعدوا. قال عودي لي بالتفاصيل شنو وقع ملي جيتي للدار حتى اللحظة اللي خرجتي فيها في حالك. عودات ليه كل شي وقالت هاد شي اللي وقع أقسم بالله. قال عطاتك هاديك الفلوس وهي تقول آه. قال باغا الفلوس يبقاو عندك سدي فمك ما تبقايش تواصلي معاها وأهم حاجة ما تقوليش ليها باللي عودتي ليا كتسمعي؟ قالت لي لا لا ما غدا نقول ليها والو كان وعدك. قال ليها نجم الدين نعرفك وصلتيها ليها ديك الساعات رحمي على راسك. جرها دفعها بعيد على الطوموبيل طلع وزاد. ناضت ابتسام كتبكي وتعيط عليه وكتجري مورا الطوموبيل ديالو وميتة من الخوف ما حنش فيها وخلاها مورا في الخلا كأنه شخص غريب عليه. كان معمي بالغضب وما كيشوف حتى حاجة قدامه ديك الساعة. مروا الأيام والأشهر ولا تغير. قمر ما فاقتش وحالتها كيف ما هي. خرج الابن من المستشفى وداوه للدار. دخل هازو نجم الدين بين ايديه وطلعوا الغرفة اللي جهز ليه. ودازت سنة وقمر ما زال في غيبوبة. كل رجع لروتينه اليومي والحياة تستمر من غير نجم الدين اللي كان مفرغ وقته كله الولد والقمر. الخدمة كان متبعها من بعيد وما بغى حتى حد يعتني ليه بولده من غيره. اليوم من هاد بكري وعيت الشروق تجي عنده للدار البس وهساك دار فيه حوايج قلال وسمع الدقان ومشحل الباب. كانت شروق قالت نجم الدين لا بس. قال ليها الحمد لله ممكن تبقاي مع براء غنغيب واحد اليومين. شروق قالت أكيد شكون يكره يقابل داك الفنون. نجم الدين قال شكرا أختي. دخل هز براء وباسو مدو شروق. هز الساك وخرج ركف الطوموبيل واتجه للمطار. وصل مع وقت الرحلة ديالو اطلع لمتن الطائرة وقلعات متجهة لباريس. بعد ساعات وصلوا خرج وخد تاكسي لوطيل اللي حجز فيه. طلع الجناح ديالو ادخل وحط الساك وجبد تليفون ودار اتصال. كمل المكالمة وقطع وخرج من الجناح وقف عند الباب اللي مقابل مع جناحه. دق شوية وتحل الباب. شافته قدامها وهي تصدم واللون مشى من وجهها. دفع الباب وداس فيها ودخل. جبت سيجارة شعلها وتقابل مع النافذة وقال بين لي يا عجبك الجو في باريس حتى ما بقيتي رجعتي للمغرب. قالت باش عرفتي أنا هنا؟ قال ليها سهلة كتار ما كتصوري كنت باغي نجي عندك في أسرع وقت ممكن ولكن ما بغيتش نجيب إيديا خاوين داكشي باش تعطلت شوية. قالت علاش كتهضر؟ وهو يقول انت عارفة وأنا عارف شنو كاين إذا نوفروا على راسنا الهضرة. دار عندها وقال عرفتي شنو هي أكتر حاجة ندمت عليها؟ هي لقائي بيك. ما كرهتش نمحي ديك اللحظة من حياتي وتمني تكون فعلا متي وبقات ذكراك زوينة على أنني نشوفك قدامي وحاس بالإشمئزاز. قالت نجم الدين علاش كتقول هاد الهضرة؟ ما يمكنش تكون نسيتيني ما دوزناش قليل وأنا مازال كنبغيك ولا نقول كنبغيك كتار من قبل وأملي الوحيد هو تسمح لي. اضحك بالجنب وقال كيبان لي عايشة في حالة نكران ولا عندك مع التمثيل والخبط ولا كيمشي ليك في الدم. قرب عندها وقال شفتي نهار فكرتي تأدي عائلتي سنيتي على حياتك درتي فعلتك وهربتي لهنا بحالي لما وقع والو كنتي كتسناي حتى توصلك الخبار اللي بغيتي عاد ترجعي وديري فيها بريئة ما دارت لا بإيديها ولا برجليها وهاكي آخر الأخبار داكشي اللي بغيتي عمرك غدا توصلي ليه. ضربتي لي أغلى ما عندي وأنا غادي نجيك بنفس الطريقة الفلوس اللي وصلوك لهنا وبعتيني أنا وأمك واختك على قبلهم باح في هيد اللحظة شركة باك واقفة على الإفلاس وخاخ دات مني وقت باش تولي وعلى الضص ولكن تستاهلي حياة الرفاهية تبخرات ورجعتي أفقر من كيف كنتي. دار خارج وقال آه نسيت هاد الشهر اللي كنتي جالسة هنا شوفي كيف ديري تخلصي
وحساباتكم في البنكة مجمدة، ونزيدك نهار تبغي ترجعي للمغرب غتلقاي البوليس كيتسناوك في المطار. إذن تمتعي بالغربة كيف بغيتي بلا ريال، ولا رجعي لبلادك ودخلي للحبس. حل الباب وخرج. ناهد طاحت على رجليها والهضرة تسرطات ليها. عارفة نجم الدين ما غاديش يكتب ولا قال الحاجة إلا وكايدة. بقات مبلقة عينيها في الخوة والصدمة باينة على ملامح وجهها. نجم الدين رشح للمغرب، واخا ما بغاش يظلم حد، ولكن بفعلتها تستاهل اللي وقع ليها، وكان متهاون معها لأنها ضرباته في نقطة ضعف. ملي رجع نجم الدين قرر يرجع قمر للدار جنب ولدها اللي كان كيشوفها مرة في شحال. جهز غرفة ولده بكل شي ورجعت قمر لدارها اللي دوزات فيها عام آخر بدون ما تفيق. أنا رجعوا للحاضر، حط إيدها وقرب عند وجهها وطبع قبلة خفيفة على شفايفها وخرج من الغرفة نازل مع الدروج وهو يتلاقى مع آيات. قالت خويا العزيز نطلبك طلبة. قال شنو؟ وهي تقول له اليوم عيد ميلاد براء وإحنا مجموعين كاملين، شنو بالليك نديروا لي حفلة صغيرة؟ بقى كيشوف فيها وقال ديروا اللي عجبكم. آيات عنقات وقالت بصح شكرا حبيبي، ولكن خاصك تكون معنا، أنا والبنات غنوجدوا كل شيء وفي العشية نحتفلوا. أوكي؟ قال لي نجم الدين أنا بلا ما تعولوا عليا. نزل مع الدروج وخرج للجردة. كان بدر وأمير جالسين مجمعين وجلس حداهم. وداس أسبوع آخر والأحوال هي نفسها. كان شاد ولدو ردعته حتى نحس وناض حطو في بلاصتو وقرب لعند قمر وجلس جنبها في البياض وخد فوطة صغيرة من حدا راسها غطسها في المدافي اللي وجدت سارة، عصرها وبدا كيدوز فوطة على إيدها وكيمسحهم برفق. رجع فزقها ومسح ليها إيدها الأخرى. بغى يحط الفوطة وهو يسمع صوت غريب في الآلة، شاف فيها وهو يبان ليه الضغط ديالها كيطلع. ركبوا الخوف، دور راسه ببطء وشاف فيها وهو يتصدم. عينيها كانوا محلولين وكتشوف في السقف. بقى جامد للحظة كيشوف فيها بدون ما يرمش. ما مصدقش باللي حال عينيها، خاف يكون غفا حداها وغير كيحلم. حس بحركة جنبه، هبط عينيه وهما يبانوا ليه أصابعها كيتحركوا. رجع شاف فيها وكانت فعلا حالهم. حط إيديه على كتافها وهزها معنقها، دور إيديه على ظهرها دامها بقوة وقلبه كيضرب على الجهد. ابقى معنقها لدقائق وما باغيش يطلق منها. سمع أنين خفيف وهو يرخف عليها، بعد بشوية وتقابل معها وهو مازال شادها من كتافها. تغرغروا عينيه فاش ركزات فيه الشوفة وابتسمت وقالت خنقتيني. نجم الدين نزلت دمعة من عينيه وقال توحشتك عمري. نزل كيقبل في وجهها كامل وضمها عنده. بعد شوية وشاف فيها ولحظات عينيه اللي كيلمعوا حمرين، هزات ايديها بتتاقل وحطاتها على لحيته. قالت عود تاني نقتيني من الموت. وهو يقول جيت معطل بزاف. قالت ولكنك جيتي. قال توحشتك لحد الموت. هبط راسو تبع قبلة على شفايفها كيمصهم بشوق وإيديه دايرين على ظهرها هازينها عنده. ما قدرش يبعد عليهم واستمر في تقبيلها كيروي عطاشو اشتياقه ليها، ولكن كيف تفكر أنها عاد فاقت من الغيبوبة وهو يبعد. وقال كان بغيك. قالت وأنا أكتر. حسيت قمر بشي حاجة ماشي هي هاديك، هزات إيدها وحطاتها على كرشها وحسيت بها مسطحة. توسعوا عينيها وشافت في نجم الدين بخوف. قالت نجم الدين ولدي. كيشوف فيها بأسى وقال ما تخافيش ولدنا بخير. قالت فينا هو بغيت نشوفه. قال ليها قمر عارفة باللي من بعد ما ولدتي دخلتي في غيبوبة. قالت ها غيبوبة؟ شحال وانا في الغيبوبة؟ طلع ليها المخدة وقادها في بلاصتها وقال خاص نتصل بالطبيب يجي يشوفك. قالت نجم الدين شحال وانا في غيبوبة؟ قال عامين. صدمات وقالت اه
لا ما يمكنش عمي. شد ايدها وقبلها وقال عارف صعيب عليك تقبليها، لكن هاد الشي اللي كتب الله. الحمد لله غير من اللي فقتي ورجعتي لي ولولدك. قمر تحجر الدموع في عينيها وقالت وولدي دابا عنده عامين، كبر وولات عنده عامين، ما شفتوش من اللي تزاد، ما حضنتوش وما ردعتوش من صدري، تحرمت منه لمدة عامين، كيفاش غنتقبل هاد الشي يا نجم الدين؟ كيفاش؟ حطات ايديها على وجهها كاتمة شهقاتها، عنقها وقال ما تبكيش حبيبتي، عرفتي شحال تحرقت عليك وكنا كندعيو ليل ونهار ترجعي لينا. الأطباء من اللي شافوك طولتي قالوا مستحيل ترجعي تفيقي، ولكن أنا كنت عارف ومتأكد ما غاديش تخلينا. ولدنا عنده عامين، ولكن عارفك انتي ماما وكيبوسك كل صباح، ومن اللي نبعدوه عليك كيبكي. واخا هاد العامين ما غاديش تعوض، لكن غتشوفيه كيكبر قدامك وتعوضيه على اللي فات. كنت رجاك ما تبكيش، بارك غير هادشي اللي تعذبتي. حيد ليها ايديها وقبل عينيها وقال عاد رجعت فيا الروح من اللي شفتك حليتي عينيك، ما بغيتش نشوف فيهم الدموع مازال، جا وقتنا نفرح ونعيشوا بسلام، وان شاء الله نعوضوا الايام اللي ضاعت منا. قالت فينا هو ولدي، بغيت نشوف. قال ليها انا غنجيبو لك. مشى نجم الدين هز براء من سريره كان ناعس، رجع عندها وهي متبعاه بعينيها بلهفه، تحضر حطو ليها عند صدرها وهزات ايدها وحطاتها على ظهره وهبطات راسها وقبلات راسو وكتشم في ريحته. دموعها ما قدراتش تتحكم فيهم، غادين غير بوحدهم. دورات ايديها عليه وعنقاته بقوه وساده عينيها ومزير عليهم، بقات حاطة عند صدرها وتبوس في ايدياتو حتى رجع نعس. شافت في نجم الدين اللي فهم شنو بغات تقول قبل قاع ما تسول وقال سميناه براء. حطات ايدها على فمها مصدومة وقال باش عرفتي؟ كنت ناوية نقولها ليك في الليلة اللي وقع فيها الحريق. نجم الدين ناض وجلس جنبها وحاوطها بدراعه وقال لقيت المذكرة ديالك وشفت السمية. قالت عجبتني السمية وكنت باغا نقترحها عليك، جاتني مناسبة لمولودنا الأول. وهي تقول شنو وقع في ديك الليلة؟ قال من بعد نعود لي كل شي، دابا باقي عيانة. قالت لا بغيت نعرف. قال ليها خلي حتى يشوفك الطبيب. وهي تقول نجم الدين قلت ليك بغيت نعرف شنو وقع، ما تخبي عليا حتى حاجة، كاينة شي حاجة أصعب من أنني تحرمت من ولدي لمدة عامين؟ وهو يقول أوكي غير تهدني. وعاود ليها نجم الدين كل شي بدون ما يخبي عليها والو. قمر تصدمات وشعلات فيها العافية من جهة دوك الجوجات. نجم الدين قال ليها على شنو دار معاهم. ناهد وصلت أخبارها باللي ولات خدامة في البيران نادلة، وابتسام كيف رجعت لدارهم لقات البوليس كيتسناوها، ودخلت للحبس بتهمة محاولة القتل رغم محاولات خالته وتوسلها ليه باش يسقط الدعوة، رفض بشدة. بعد حديثهم المطول تصل نجم الدين بطبيب قمر، مداش بزاف ديال الوقت وجاي يكشف عليها. خدا من عندها نجم الدين براء وحطوه في بلاصتو ورجع عندها. الطبيب كشف عليها وبشرهم انها تعافات كليا وخاصها غير شوية ديال الترويض وترجع تمشى وتحرك عادي. شكروا نجم الدين ورافقوا للخارج، وكيف غادر الطبيب اتصل نجم الدين بالعائلة وخبرهم باللي قمر فاقت. جاءوا العائلة وبقاوا مجمعين وكيعاودوا القمر على الطرائف اللي وقعوا وهما مجموعين وعلى أهم الأحداث اللي وقعوا في هذا المدة. ضلوا معاهم النهار كامل حتى الليل عاد غادر. ودازت 3 شهور وتوقفت سيارة قدام المستشفى، هبط نجم الدين ودار حل القمر الباب، حط ايدهم ورا ظهرها ودخلوا. مشاو لمكتب الطبيب قمر مباشرة، دخلوا عنده المكتب ومن بعد ما فحص قمر طمأنهم على انها تعافات كليا وما بقى حتى اشكال على صحتها. شكروه وخرجوا من المكتب غادين في الكولوار وهو يبان لهم بدر جاي هو وطبيب اخر.
قربوا عند هومود سالم بدر مع نجم الدين وجر قمر بازها في خدها. شافت قمر في الطبيب اللي كان معاه وسلمات عليه. قال لها الطبيب: آنسة قمر، لبث عليك. وهي تقول: الحمد لله دكتور. شافت في نجم الدين وهي تقول: هذا هو الدكتور اللي دار لي العملية زراعة القلب، وهذا راجلي نجم الدين. نجم الدين صافحه وهو يقول الطبيب: متشرفي. هي تزوجتي؟ قالت: آه. تلفتات قمر وشافت في نجم الدين وهو يبان لها كيدير شي شوفات في الطبيب. شدات في دراعه وشافت في بدر وقالت: خالي ها احنا مشينا. جرات نجم الدين متجاه للطبيب ودخلوا للسانسور. هبطوا وهي كل ساعة كتشوف فيه. بان لها ساكت وبغات تجبده. قالت: أردا. قال لها: شنو؟ وهي تقول: نمشي والمطعم ديالنا، توحشت البيتزا. قال لها نجم الدين: مالدك خينا، من اللي شافك وهو يفرنس؟ وهي تقول: عادي، راه الأطباء هكاك دايرين، فيهم داك الضحك زايد، مديش عليه. تحلل مسعد وخرجوا من السبيطار، طلعوا في التوموبيل وكثير نجم الدين، توجهوا المطعم ديال جواد وتغداو فيه، وخرجوا تمشاو جنب المطعم. رجعوا في التوموبيل وهما في طريقهم شافت قمر في نجم الدين وقالت: نجم الدين، بغيت نزور قبر أنيسة. شاف فيها نجم الدين وقال: حتى أنا كنت باغي نمشي، ولكن ما عرفتش واش تبغي. قالت: ملي شفت الطبيب تذكرت الجراحة ديالي، رغم كاع اللي وقع أنا دابا عايشة بقلبها هي وبفضل الأم ديالها، بغيت نزورها ولو مرة واحدة. شد إيدها قبلها وقال: أوكي يا عمري. قلب نجم الدين الطريق واتجه للمقبرة في المدفونة أنيسة. وقف السيارة ودخل هو وقمر شد في إيدها. توجهوا لقبرها اللي كان زاروا نجم الدين عدة مرات قبل. ظنن منه أنها ناهد، بجوج نزعجوا فشافوا اسم ناهد اللي محفور تماك، رغم أن نجم الدين صارح سمية بالحقيقة وشنو وقع بالضبط بدون ما يذكر اللي وقع مع ناهد مؤخرا. اكتفى أنه عاود لها على الاتفاق اللي داروا وأن اللي مدفونة هي أنيسة، واساها وحاول يخفف عليها ألمها والامتنان أنها كانت السبب في التبرع القمر بالقلب، وخا بطريقة غير مباشرة. استمر في إعالتها وتوفير كل ما كتحتاج ليه كأنها فرد من عائلته. وجهات قمر الأنيسة بعد كلمات الامتنان وتأسفات على اللي وقع لها، وقرأوا عليها بعض من آيات كتاب الله وغادروا راجعين للدار. الطبيب بدر دخلوا المكتب، وجلس بدر في مكتبه وشار للطبيب يجلس، وهو يقول: بما أنك الطبيب اللي جرى العملية القمر، بغيت نسولك. وهو يقول له الدكتور: آه سول. ما كنتش عارف باللي هي بنت اختك. وهو يقول بدر: آه هي بنت اختي، ومن داكشي اللي عارف الأشخاص اللي كيجريوا عملية زراعة القلب عندهم سن محدد كيعيشوها دكتور ياك. وهو يقول له الدكتور: آه هاد الشي ما كان صارحوش به المرضى ديالنا، والمتلقي كيعيش ما بين 15 و20 سنة بعد زراعة القلب. بدر زير على عينيه بخساكت، ودازوا الأيام وتزوج بدر بشروق، وساجد تزوج بموظفة عنده من بعد ما ولا كيبغيها. وبعد مرور 24 سنة براء توجه لغرفة والديه، دق وحل الباب ودخل. بانت ليه قمر جالسة في الفوتوي وهزة كتاب كتقرأ فيه. حسيت به وهزات عينيها، شافت فيه وحيدات نظاراتها وفتحت ايديها، ابتسم وحك راسه وقرب عندها وجلس جنبها وباس راسها. قال: الوالدة صعبة؟ قالت قمر: من اللي انت بخير فأنا غدا نكون في أحسن حال. وهو يقول براء: تكيسي عليا أملكة قلبي. قال ليه نجم الدين: وما حشمتيش. براء هز راسه وشاف به داخل وقال: والواليد قلت غالي كاين. قال ليه نجم الدين: فوت عليك مراتي وسير شوف في من تلصق، حتى تهنيت منك واحد العامين وانت ترجع، ليش جاي؟ براء قال: رجعت حيت ما قدرتش نفرق ميمتي، راه كنت عايش في العادات بعيد عليها. قال نجم الدين: ها هو بدا. ضحك براء وقال: الواليد عرفناها ديالك. خدا ايد قمر وباسها وقال: هانا مشيت نخليت نجم الدين على راحته. مشى خارج وهي تقول له قمر: تسنى.
وقفات بغات تبعو احتجرها نجم الدين وقال فين غادة؟ قالت ليه حشومة عليك ما خليتيه يجلس معايا حتى 10 دقائق. جرها نجم الدين من خسرها وقال وانا اللي سمحت في الخدمة وجاي بكري حيت توحشت مراتي، شكون يجلس معايا؟ قمر ابتسمت وقالت عمرك تبدل. سد براء الباب وهو كيسمع لحديثهم. تم غادي في الكولوار كيضحك وداز من حدا غرفة اختو ضحى وهو كيسمع غوات وتجعويق ولاء بنت شروق. دور راسو يمين وشمال وحل الباب ودخل بيته. الأطباء كيقولوا غدا تعيش هاد المدة وهاد المدة وكتبقى الأعمار بيد الله. وهذه هي نهاية قصتنا. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه القصة الرائعة.